موجز الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. وصل ليلة أمس إلى القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادما من الصين بعد زيارة استغرقت عدة أيام على رأس وفد رسمي. نجحت الزيارة في توقيع 26 اتفاقية مع الجانب الصيني للتعاون في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، وبلقائه بالعديد من رؤساء الأحزاب الصينية ورجال الأعمال لدعم الصناعة والاستثمار في مصر. كان الرئيس السيسي قد اختتم زيارته للصين بزيارة مقاطعة سيشوان، والتي تعد أكبر المقاطعات الصينية سكانا وإحدى أهم القلاع الصناعية في الصين. استقبل الرئيس لدى وصوله مدينة شينغدو عاصمة المقاطعة أمين الحزب الشيوعي الصيني وحاكم المقاطعة، حيث أشاد أمين عام الحزب بنتائج زيارة الرئيس وبتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وموضحا أن هذا الاتفاق يدشن مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بكامل تشكيلها اجتماعا يوم الأحد المقبل، وذلك لتوزيع اختصاصات عمل الأمانة الفنية باللجنة ووضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية. يتضمن هذا الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح أمام مرشحي مجلس النواب ومواعيد انعقاد الانتخابات. تمكنت قوات الأمن من قتل اثنين من أعضاء تشكيل إرهابي بمدينة السلام في القاهرة عقب مطاردة مع رجال الشرطة، كما أسفرت المطاردة عن إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بطلقات نارية واثنين من المواطنين تصادف مرورهما بالمنطقة. كانت قوات الشرطة المتمركزة بكمين في منطقة قباء بمدينة السلام قد حاولت إيقاف السيارة التي يستقلها الجناة، غير أنهم أطلقوا عيرة نارية تجاه القوات التي بدلتهم إطلاق النيران. استشهد ضابط وجندي وأصيب جندي آخر من قوات الأمن في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة أثناء سيرها مساء أمس في جنوب مدينة العريش بشمال سيناء. أكد مصدر أمني أن مسلحين زرعوا العبوة خلف كمين المحاجر على طريق المطار جنوب العريش، وقد انفجرت أثناء مرور دورية من سيارتين، مما أدى إلى استشهاد ضابط وجندي وإصابة جندي آخر كانوا في إحدى السيارات، بينما مرت السيارة الثانية دون أي إصابات. تمكنت قوات الأمن في أسوان من ضبط 34 قطعة سلاح آلي وجرينوف و375 طلقة نارية من عيارات مختلفة في أكبر حملة أمنية شنتها مديرية الأمن ضد الخارجين على القانون وتجار المخدرات بالمحافظة. كما تمكنت الحملة من ضبط 900 كيلوغرام من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 68 متهما، علاوة على ضبط 3 سيارات مسروقة و 7 أطنان من الأرز المدعم و13 متهما هاربين من أحكام قضائية. أطلقت دار الإفتاء المصرية حملة عالمية موجهة لغير المسلمين للتعريف بنبي الرحمة في شهر مولده المبارك. قالت دار الإفتاء إن الحملة تأتي ردا عمليا على الحملات المعادية للإسلام والتي زادت وتيرتها مؤخرا، ومحاولة لتصحيح النظرة المشوهة للدين وربطه بأعمال العنف. وتشمل هذه الحملة نشر مقالات باللغة الأجنبية عن النبي الكريم في الصحف العالمية وفيديوهات قصيرة مترجمة للغة عدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أرسله الله للعالمين، فالعالمين سواء كانوا موافقين أو مخالفين فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، وأعظم هدية أهداها الله إلى خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وختاما هذه التذكرة بأبرز العناوين. السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة للصين نجحت في توقيع 26 اتفاقية في عدة مجالات. العليا للانتخابات تجتمع يوم الأحد المقبل لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للبرلمان ومراحل التصويت. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة في حملة أمنية موسعة بأسوان. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.anahallive.net، كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب.
شكرا لكم وإلى اللقاء.